العام العالمي. نحن أهالي بلدة دير جمال التابعة لمقاطعة عفرين نرفض الاحتلال التركي على الأراضي السورية والقصف العشوائي بكل أنواعه على إقليم عفرين، ونناشد شعبنا داخل وخارج سوريا أن يقفوا وقفة واحدة ضد الاحتلال التركي، وندين الصمت الدولي للتدخل التركي، وندعو منظمات حقوق الإنسان أن تقف عند مسؤوليتها الأخلاقية اتجاه القصف التركي الوحشي بالطيران على المدنيين العزل، ونناشد أبناؤنا في تركيا وأعزاز أن لا ينجروا للطاغية العثماني أردوغان، فإنه قاتل الإنسانية وهدفه الوحيد احتلال بلادنا وإرجاع أمجاده العثمانية على حساب الدم السوري. لا للاحتلال التركي لسوريا، نعم لأخوة الشعوب، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل لجرحانا.